ارحب بضيفي الاستاذ عزت طاهر المدير الاداري لمؤسسه سقيا الماء. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذه. احنا طبعا شفنا انجازاتكم والمشروعات بتاعتكم وتخصصكم في مشروعات المياه، ولسه طبعا النهارده في حلقتنا مع مشاهدينا هنشوف وهنتكلم عن النهارده هنتكلم في نقطه معينه اللي هي الصعيد وادخال المياه في الصعيد. احنا عايزين نعرف كده انتوا ليه فكرتوا في التخصص بتاع المياه بالذات؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ احنا اصلا يعني بدايه اصلا مؤسسه سقيا الماء، يعني احنا بالظبط احنا بقالنا 11 شهر. الاول احنا كنا شغالين في مؤسسه ثانيه اسمها ابني مسجد، وكنا بنعمل مساجد، عملنا حوالي 210 مسجد لحد الان ما شاء الله. فبدا ثقه الناس تخش تبعت لنا من المساجد ومن المصداقيه اللي احنا بنعملها معاهم، بدا يبعتوا لنا تبرعات في مجالات شتى. يعني احنا كنا مركزين قوي في المساجد، فبدا يجي لنا مواسيق او توصيل الوصلات قصدي والحاجات اللي هي خاصه بالميه. فبدا يجي لنا كمان طلبات من الناس، ليه ما يكونش في مؤسسه مختصه بس في الميه عشان يبقى فيها تركيز او السبوت معمول على الميه بس. فمن هنا جت فكره مؤسسه سقيا الماء في شهر 10 اللي فات، ان احنا نطلع مؤسسه هي كل شغلها او كل شغلها في الميه بس، علشان برضه احنا عارفين ان هي الميه شريان الحياه عامه، وفي كرة كتير جدا في الصعيد مش وصل لها ميه من سنين كتير جدا، ومحدش بيوصل لها غير المؤسسات الخيريه. فكانت من هنا الفكره ان احنا نبدا ننزل المناطق دي الكره او النجوع، ونبدا نشتغل فيها في الميه، ونبدا ندور ايه السبل اللي احنا نقدر نعملها، ان كانت في الصعيد او ان كانت في الجهه الثانيه اللي هي مطروح الابار، ايا كان الاحتياج هم محتاجين ايه واحنا نشتغل عليه. في الصعيد لما نزلنا الصعيد بدانا نعمل ابحاث، حاله الابحاث دي بندور على الكره، هل هي محتاجه وصله ميه بس ولا محتاجه خط ميه رئيسي؟ في فرق كبير جدا ما بين الاثنين. الخط الميه الرئيسي بيكون القريه بالكامل ما عندهاش اي سبيل للميه غير الكره اللي جنبها، بتروح تشتري منهم ميه او بتجيب ميه منهم وترجع تشرب منه. طب الوصله هي بيكون الخط داخل جوه القريه، هم بياخدوا منه بس وصله فرعيه لجوه البيوت. احنا اشتغلنا الاثنين. اول حاجه الوصله الفرعيه كنا نزلنا عشان نسال الاسعار، يعني انا لو مواطن عادي هروح اعمل الوصله الفرعيه دي هتكلف كام؟ فعرفنا ان هو الفرد بيروح يدفع من 6000 ل 7000 جنيه. هنا بقى جه دور المشاركه اللي بتحصل ما بيننا وما بين الجهات الحكوميه. ايوه. ان احنا لما نزلنا شركه الميه وقلنا لهم احنا عايزين كمؤسسه نوصل وصلات كتير جدا، بس عايزين نعرف ايه المساعده اللي انتوا هتساعدوها لنا. فما جت من هنا ان هم بقى في تخصيص او في مشاركه منهم 50% خصم للمؤسسات الخيريه. ان انا بدل ما بدفع 6000 جنيه للفرد، لا انا بقيت ادفع له 3000 جنيه بس. فبقت الوصله الواحده على الفرد عليا انا 3000 جنيه. اللي هي الوصله اللي بتدخل جوه البيت بالظبط. بعد لما اتفقتوا مع شركه الميه الحكوميه طبعا، بقوا بيدوكوا انه الوصله تدخل البيت تبع الجمعيه ب 3000 جنيه بس. بالظبط كده. انا ليه بروح للجهات الحكوميه كمؤسسه؟ لان انا مش عايز اعمل مخالفه، هو انا مش هيتصاب فيها، انا خلاص انا هركب الوصله دي وهمشي. فانا لو ركبت الوصله من غير العداد هيجي يدفع الفرد او الاسره صاحب البيت بالظبط، هيدفع غرامات. فانا كده ما محلتش حاجه، هو اصلا معهوش الفلوس ان هو يدفع حق العداد او الوصله. فانا اروح احل مشكله فبعمل له مشكله اكبر. فمن هنا احنا لا، احنا بنحاول ان احنا على قد ما نقدر ان احنا نوصل المشروع ما يبقاش هو الاسره دي محتاجه ان هو يعمل اي حاجه تاني او يدفع فلوس تاني. يعني تعملوها له قانون، يعني تحلوا له كل المشاكل القانونيه والماديه بحيث ان هو خلاص تدخل له الميه رسمي، ما يبقاش عليه مليم بالظبط، ويبقى كده ماشي صح وقانون. بالظبط كده. وحاجه تانية او من جهه تانية، المتبرع نفسه هو النهارده بيديني ال 3000 جنيه دي عشان اوصل وصله الميه، ونفسه ان هو الوصله دي ما تتشالش او ما جالهاش قرار ازاله او تتشال او طبعا. فانا من دوري برضو ان انا احافظ على الفلوس دي 3000 جنيه دي او الفلوس اللي هو بيديهاني، ان انا امشي في كل حاجه قانونيه، واتاكد كمان ان الاسره دي اصلا محتاجه. أيوة. يعني أنا الامانه بقى بالظبط المؤسسه هنا بالظبط. يعني انا كمؤسسه، انا الجهه الرقابيه عليا وزاره التضامن. في الكره الشؤون الاجتماعيه انا بنزل للشؤون بقول لهم الشخص ده والله بعت لي طلب ان هو عايز اوصل له وصله ميه، هل هو يستحق ان انا اشتغل معاه او ان انا اعمل له الوصله دي ولا لا؟ ايوه. عشان الاولويه للي فعلا محتاج. طبعا. يعني هو النهارده كل الناس يعني هي بالبلدي كده ابو بلاش كتر منه، فلما بيعرفوا ان في مؤسسه نازله تعمل حاجه فكله بيجري، هل بقى ده يستحق او لا؟ انا ما اقدرش بعيني، العين برضو يعني لو هتاخد بالمنظر او بالمظهر العام يعني او الخارجي انا ممكن يضحك عليك. طبعا.
بس دي بقى اللي هي دراسة الحالة، وهي دي اللي بتخلي الواحد يثق في مكان معين أو مؤسسة معينة إن هو يتبرع لها، علشان هم عاملين دراسة حالة وهم أبقى حاسة بالأمان إن فلوسي رايحة بجد لحد مستحق ومحتاج. الحمد لله، وهو ده اللي خلانا نوصل لمحطة المية بقى اللي احنا عملناها في قرية الزهانات في محافظة قنا. دي محطة مياه بتخدم 200,000 نسمة ما شاء الله الحمد لله. لما جينا نشتغل يعني احنا بندور على اكتر استفادة ممكن لما ناخد الفلوس من المتبرع نحطها فين علشان ياخد عليها صدقات الجارية او ياخد عليها الثواب كبير جدا. فمشاركتنا مع شركة المياه قلنا لهم يا جماعة طب احنا عايزين ايه المشاريع اللي عندكم او ايه المحطات اللي عندكم واقفة احنا ممكن نشتغل عليها. فكانت الاختيار في المحطة دي، قالوا لنا المحطة دي بتخدم حوالي 13 او 15 قرية ما فيهاش مياه خالص. طب نعمل ايه؟ قالوا لنا ان القريه دي كان في مؤسسه او جمعيه مبادره ضد السرطان كانت بداوا فيها من الاول بس توقفت من سنه. فاحنا قلنا خلاص احنا ممكن نبدا نخش احنا نشتغل فيها تكملوا يعني نكمل فيها بالظبط. سالنا عن التكلفه فكانت التكلفه بحوالي 6 مليون جنيه فقلنا خلاص احنا هنتوكل على الله ونشتغل. ما شاء الله. طيب قالوا لنا طب انتوا هتسلموا لنا مشروع قد ايه في مده قد ايه؟ قلنا لهم 3 شهور. احنا في شهرين بس كنا انجزنا العمل ما شاء الله. احنا هنشوفها طبعا مع مشاهدينا، عايزين بس نفكر المشاهدين ارقام تليفون التواصل مع مؤسسة سقيا الماء موجودة طبعا على الشاشة لاي حد يحب ان هو يتبرع ويفرح ويكبر بخواطر اهلنا اللي محتاجين المية الحلوة اللي هي طبعا الحياة. ونشوف ده دلوقتي طبعا مع بعض الانجاز الكبير لمؤسسة سقيا الماء في الصعيد.